تشرفنا اليوم بالحضور بهذه التظاهرة الرياضية العالمية التي تم من خلالها مشاركة أكثر من 26 دولة ولبنان ضمنا. نشكر القيمين على هذه التظاهرة الرياضية. سائلين المولى عز وجل أن تبقى الجزائر وجهة لكل الأنشطة الرياضية وعنوانا للمحبة والسلام والألفة والخير إن شاء الله. لبنان شارك بفارسين. نشكر كل من ساهم في نجاح هذه التظاهرة من مسؤولين وإداريين وقيمين، ونشكر أيضا الفرق المشاركة التي أعطت وهجا ودفعا جديدة لهذه التظاهرة. الجزائر مؤهلة كما عهدناها أن تضم وتحتضن كل التظاهرات الرياضية والثقافية والأدبية والشعرية ومحطة للسلم والسلام العالميين. وفي الختام نشكر كل من يعني من كل قلبنا باسم الشعب اللبناني، نوجه تحية إلى الشعب الجزائري على أمل لقاءات أخرى في منافسات أخرى وأداء جيد يرتقي بطموحات وطموحات وأهداف سامية في سبيل خدمة الإنسان والإنسانية. بارك الله. شكراً.